أيها الإخوة الحضور، قبل قليل كنا في التنسيق لهذا الحفل وفي برمجة القراء، وإذا بطفل صغير يتقدم وسألته هل يريد أن يقرأ؟ فقال نعم، فأردت أن أختبره، قلت له استظهر من قوله تعالى ألف لام ميم، قال لا أحفظها، فقلت اقرأ بما تحفظ، فظننت أنه سيقرأ من قصار الصور، فإذا به يفتتح صورة غافر ويقرأ منها آيات حتى أوقفته. فإن استطاع الصبي أن يتقدم ليسمعكم هذه الآيات، وهذا طبعا من باب التحفيز ليعلم إخواننا أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، وأن خير ما نقدمه لهم أن نحسن تربيتهم، ومن أعظم ما نربيهم عليه أن نلقنهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن ننشئهم على آداب الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن يتقدم الطفل ياسر، فينك ياسر؟ تفضل أنت. يلا أنا أنشدك. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذا حسبك حفظك الله ورعاك. حفظه الله ورعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا شيئا أعجبنا أن نبرك، فقولوا ما شاء الله بارك الله. إذن هذا نموذج من النماذج المشرقة التي تثلج صدور أهل الإيمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يجعلهم ذرية صالحة. قولوا آمين.